ولهذا نحن في الأسفار إن شاء الله إذا وفقنا وهذه أسفارنا طبع، لأنه تدرون درسنا في الأسفار أوسع ما كتب في الأسفار الجزء الأول. إحنا درسنا 390 درس أعزائي في الأسفار اللي إذا طبع يصير 10 مجلدات، اللي مع الأسف الشديد إلى الآن المقررين مولانا يجون إلى الأسفار وبعد ذلك مدة مولانا ما يستمرون. إلى الآن فقط طلع منها 3 مجلدات اللي هي شرح شيخ قيصر التميمي أعزائي اللي هي الجزء الأول فقط، يصير 10 مجلدات، فثلاثة منها خارجة، وهذه من الدروس الأخيرة من الأسفار. دورة كاملة أنا حاولت، اللي ما عنده خلق يقرأ الأسفار كلها لا أقل إذا يقرأ هذا الجزء الأول إنه ويستمع إليه وقعا، فالدورة أسفار كاملة موجودة في الجزء الأول. وبهذا